تقدمت وزارة التجارة الصينية بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية من تضررها من قانون خفض التضخم الأمريكي والقواعد التمييزية المرتبطة به. وقالت الوزارة إن القانون يشوه المنافسة ويعطل سلاسل التوريد العالمية في صناعة السيارات الكهربائية مع استبعاد المنتجات الواردة من الصين. وأكدت الصين أنها تتمسك بقوة بالنظام التجاري متعدد الأطراف والقائم على القواعد وتحترم الحقوق المشروعة لأعضاء المنظمة في تنفيذ الدعم الصناعي.